المسلسلات المخرج سامي سعيد الناصري، الوصية لمحمد عاطفي، اسم خمسة مع المرحوم عزيز شحال. متواجدة معكم اليوم هو كمية الحب الكبير والمحبة ديالكم والتفاني، فأنا كنبغي نشكر بزاف مدير المهرجان الناقد والسينمائي والمؤلف خالد الخضري اللي رجع للمنطقة. أنا كنت كنعرفو ساكن في سلام، فرجع للمنطقة ديالو اللي هي في الجديدة لأنه عنده غيرة على يعني فين عاش وفين تربى وبغى يدير حاجة يعني في المنطقة ديالو. فياريت أن كل واحد يعني أنا كنت مؤخرا في مهرجان في مكناس ودريس الروح هو كان من مدينة مكناس ومشاو دار مهرجان السينما في الدورة ديالو الأولى، ففكرني حتى خالد خضاري اللي جا المدينة الجديدة ودار هذا المهرجان الجميل بكم أنتوما وبالوجود ديالكم والتشجيعات ديالكم والمحبة ديالكم. إلى لاحظتوا في أول الشريط كان تكريمي في مهرجان يعني على مستوى العالم العربي، مهرجان الإذاعة وراء التلفزيون بتونس. ما غاديش نبالغ إلى قلت الإحساس اللي حسيته اليوم وأنا بيناتكم ما حسيتوش في مهرجان. يعني من خلال الباب حتى لهنا، ويعني قلتها لرفيق أنه دايرين مجهود كبير، دايرين مجهود جبار. فكنشكركم ماشي غير مره واحده، كنشكركم الف مره اولا على الحضور وعلى التشجيع وعلى المحبه وعلى انه يكون بينكم انسان بحال سي خالد الخضري اللي كيبغي هاد المدينه واللي بغى يدير شي حاجه اللي تبقى في الذاكره ديال المدينه الثقافيه والفنيه. وانا اليوم على هذا المسرح ديال واحد السيد اللي كنعتبره الاب ديالي الروحي، مسرح محمد سعيد عفيفي هو الاستاذ ديالي في المعهد. فمني كنوقف هنايا على هذا المسرح ملي كنجي وكندير فيه عروض فكنحس بواحد النشوه كبيره وكنحس بواحد الفخر وكيزاد عليه الفخر انكم متواجدين نتوما الناس اللي تتبغيو الناس من القلب ديالكم بلا تكلف بلا تصنع. فشكرا لكم مره اخرى.